السلام عليكم طلاب، الآن راح نبدأ برسم الجزء الثاني اللي هو كان عبارة عن رينج ويحوي في داخله ثقوب، عدد ثقوب 6، زاوية كانت 60. فراح نحاول نرسم هذا الجزء، له عدة طرق، وراح أعتمد نفس الطريقة اللي استخدمناها في المحاضرة. نجي إلى السكيتش ونبدأ نختار فرونت فيو أو فرونت بلين، ونبدأ نرسم رينج. الرينج كان يكون هو اللي هو الدائرة، سنتر تحتاجه راديوس، هذه سنتر وراديوس. الراديوس كانت للدائرة الكبيرة 160، فالراديوس راح يكون 80 وخلاص. هاي دان نجي، أنا رسمت هسه الدائرة شنو الكبيرة، الدائرة الكبيرة كانت شوفوها هذا يقول 160، يعني 80 راديوس مالت هاي الدايمتر، والصغيرة اللي هي هذه هي 100، يعني الراديوس 50. فش اسوي؟ ما ارسم دائرة ثانية، وانما اجي اقول له اوفسيت. الاوفسيت اوريدي ياخذه للخارج، فانا ايش اقول له؟ اقول له بس سوي ريفيرس، سوي للداخل. وبما انه عندي 160، لاحظ وياي الراديوس هذا كان الدايمتر كان 160 والداخلي كان 100، يعني الفرق ما بينهم مش قد كان 60، فاذا قسمه على 10 يصير 30 منا، و30 يمينا يعني، و30 يسارا. اجي اقول له اريدها تكون 30، الفرق بيناتهم، تمام، وانجزت المهمة. الان ايش راح اسوي؟ ممكن طريقة يعني المعروفة ان دايركت اسوي له ثيكنس، كان ثيكنس 20، واقول له دان، او انه تكمل حتى الثقوب، ترسم الثقوب وتبثقها كلها مرة واحدة كلها صحيحة، واكو اكثر من طريقة لاي شكل ترسمها، ما تحتار بها. الان اريد شنو ارسم منه؟ هاي الثقوب، حتى اعرف هذا الثقب وين مكانه. هذا الثقب يبتعد عن محور الاكس، عن نقطة الصفر. اذا تلاحظها في منتصف العينة، منتصف الانصاف الاقطار اللي هي 80 وال50، ما بين ال80 وال50، اذا نقول 80 ناقص 50 فهي يقال 30، فبالمنتصف 15، 15 يزيد على 50 يصير 65. فراح أرسم دائرة لا على التعيين، طبعا شوف راح أخليها هنا أنا حتى ما أتوهم. وكان الدائرة نصف قطرها، أو قطرها 15، أي نصف القطر راح يكون قد، راح يكون عندي نصف القطر 7.5. طيب هي ايش قد راح تكون بالواي؟ المفروض هي بالواي صفر، أوكي، ولازم شو تكون بالاكس؟ تكون 65، هاي 60 65 اجتي فت مثل ما دا اشوفها في المنتصف. الان هي نفسها راح ايش اسوي لها؟ اسوي لها اري، بس شنو هو؟ سيركولر اري. شوف، هو اخذ الراديوس او الدايمتر مال الدوران، واخذها ايضا 360 درجه، لكن هي مو اربع ثقوب، بس لو تلاحظها تحسبها هي 6 ثقوب، واقول له 6، اسف راح اعيدها العمليه. تمام، احنا صادقنا موافق، واجي للاري وراح اقول له اريد عددهن 6، تمام هسه صارت 6. فايش راح اقول له؟ موافق. وقبل اروح وين؟ على الاكسترودد كات حتى يثقب لي اياها للعينه، بس خليني اتاكد هل هو ده يثقب الاتجاه الصحيح لولع، وايضا هل الثقب نافذ لولع. شوف البلند حتى اطمئن انه عنده اثقب ثقب نافذ، تمام بلند. والثقوب تكون، بما انه هذا الجزء غير مفعل، يعني الثقب راح يكون بكروس سكشن ثابت على امتداده، لا يتغير مع المحور القطع، تمام. الان راح اجي اسوي اشوف العينه مالتي هل فعلا انا الثقوب نافذه. نعم الثقوب نافذه، وانجزت الان هذه المهمه الثانيه في رسم العينات المطلوبه. اتمنى انه الكل استفاد من هذه البداية البسيطة، وإن شاء الله عندنا مزيد من الأشكال المعقدة أكثر في الدروس القادمة، وشكرا لكم.